أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. في عهد سليل الدوحة الشريفة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عرفت حركية بناء المساجد تطورا نوعيا وكميا، ولم تمر السنة الفارطة دون أن تعرف كثرة في تشييد مساجد جديدة، حيث فاق عددها 160 مسجدا. عناية مولوية فائقة بالمساجد والقائمين عليها، انبثقت عنها الخطة الوطنية لتأهيل الشأن الديني، وينضوي تحتها كرم وجود المغاربة، وينهل منها أصحاب العطاء والإحسان ليساهموا في تعزيز البنية التحتية للمنشآت الدينية، ويسارعوا بدورهم إلى تشييد بيوت الله كما هو الشأن في مدينة الدار البيضاء، حيث كان سكان الحي الحسني على موعد مع مسجدين جديدين، ويتعلق الأمر بمسجد أبي بكر الصديق ومسجد برياض صوفيا. بمدينة الدار البيضاء دائما جاد محسن آخر بجماعة سيدي بليوط ببناء مسجد باب السلام على مساحة تعدت 1000 متر مربع. بحي المسيرة 1 بمراكش تطوع محسن ببناء مسجد حمزة بن عبد المطلب، فيما تربع مسجد جوهر على مساحة بلغت 2300 متر مربع. ليتواصل كرم المحسنين في مدينة مكناس التي شيد بها مسجد جديد بتجزئة كاميليا. كما هو الشأن بمدينة فاس وتحديدا بجماعة سايس التي بني على ترابها هذا المسجد بتجزئة رياض الياسمين الشامخ والمجسد لكل أنواع السخاء، من حيث المعمار الأصيل الذي حافظت عليه يد الصانع المغربي وأبدعت في تأثيث فضاءاته. وعلى مساحة 2200 متر مربع ساهم محسن من مدينة توريرت في بناء معلمة كبيرة تجسدت في مسجد الخلفاء،
لا يقل جمالاً عن المساجد الأخرى، حيث تتوحد كلها في المحافظة على العمارة الإسلامية والمغربية على الخصوص، المتميزة بقبابها وفسيح بلاطاتها وزخرفتها المزينة لجدران المسجد، سواء على خشب مزخرف أو زليج ملون أو جبس منقوش. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. مساجد جديدة ما هي إلا نماذج لباقي المساجد التي توزعت عبر التراب الوطني لتظهر كرم وعطاء وجود أبناء هذا الوطن المتشبثين بالدين الإسلامي الحنيف والمحافظين على الاستقرار والأمن الروحي لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي إطار هذه العناية المولوية السامية بمراكز الإشعاع الديني، تعمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تفعيل عدد من البرامج المخصصة للنهوض بواقع بيوت الله في مختلف جهات المملكة. وقد بلغ عدد المساجد التي شيدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال سنة 2013 30 مسجداً جديداً توزعت عبر جميع التراب الوطني. وقصد تلبية احتياجات سكان المناطق المفتوحة للتعمير لتوفير الظروف المناسبة لأداء شعائرهم الدينية، أشرف أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تدشين مسجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وذلك في العاشر من يناير الجاري بحي المحاميد 5 بمراكش. هذه الأحياء أحياء سكنية جديدة، وطبعا التجهيزات والبنيات الأساسية يأتي في ضمير المغاربة، يأتي في مقدمتها المسجد، لذلك بنت الوزارة في هذا المكان هذا المسجد بكلفة 12 مليون درهم، والحمد لله سيؤدي الخدمات المسجدية كاملة بما في ذلك بعض الخدمات مثل محاربة الأمية والوعظ والإرشاد وغير ذلك. مسجد أنجزته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يقع وسط أحياء سكنية جديدة التزم فيه بالنمط المعماري الأصيل، بحيث روعي خلال تشييد هذا الصرح تجديد مواصفات البناء في إطار روح الهندسة المعمارية للمساجد المغربية. غير بعيد عن مراكش وبالضبط بمدينة تحنوت، وسط فضاء أخضر شيدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هذا المسجد البهيج على قطعة أرضية بلغت مساحتها 3217 مترا مربعا، استعملت فيه كل مميزات الصناعة التقليدية في مجال البناء. وفي إطار النهوض بمدينة بني ملال، حرصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يكون المسجد الكبير لبني ملال الرمز البارز لجهة تدلى أزلال بصفة عامة. كانت هذه الجبال ناصعة البياض بالثلج شاهدة على روعة هذا المسجد من الداخل كما الخارج. إلى إقليم الناظور، حيث يستقبلك مسجد فسيح عند مدخل بلدية العروي الذي فتح أبوابه في وجه المصلين خلال السنة الفارطة ليستقبل أزيد من 4550 مصلياً ومصلية. يستمر مخطط تحديد أماكن بناء المساجد وفق معايير هندسية وتعميرية تستجيب لحاجيات سكان المناطق المستهدفة، مع ضمان توزيع منتظم لها ليشمل مركز فرخانة بإقليم الناظور كذلك.
بني مسجد مركز فرخانة على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 12000 متر مربع، يتكون من قاعة للصلاة من 1400 متر مربع بما فيها 400 متر مربع للنساء، يتسع لحوالي 1100 مصلي. حرصنا في تصميم هذا المسجد على الحفاظ على تقنيات الصناعة التقليدية المغربية الأصيلة، وذلك من خلال اعتماد مواد طبيعية خصوصا فيما يتعلق بالجبس الذي تعمدنا أن يبقى طبيعيا من حيث اللون، ولكن بنقوش برع الصانع التقليدي في زخرفتها. بالإضافة إلى ذلك التزمنا بمميزات المسجد المغربي بصفة عامة فيما يتعلق بالزليج البلدي والنقش على الخشب الذي ميز القبة الرئيسية التي تتوسط قاعة الصلاة حيث يوجد المحراب، بالإضافة إلى 5 قباب أخرى كلها مربعة الشكل، وهذا نوع جديد من القباب الذي أصبح يعتمد في مساجدنا. هذا ما يضيف جمالية خاصة على فضاء المساجد عامة. وبغرض استمرار تعزيز البنية التحتية للمنشآت الدينية والاستجابة لحاجيات عدد كبير من السكان الحضريين والقرويين من الأماكن المخصصة للعبادة، شيدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مسجداً جديداً بمركز بيرغندوس بأوسرد. مساجد برع الصانع المغربي في تزيينها، واعتمد في تصميمها المهندس المعماري أرقى وأحدث الوسائل لتكون في أبهى حلة تسر الناظر بجمالها وتحقق الطمأنينة والأمن الروحي لمرتاديها لتؤدي الرسالة المنوطة بها على أحسن وجه. ولا شك أن مختلف هذه المجهودات وغيرها تشكل مبادرات كفيلة بتوطيد النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني باعتباره نموذجاً ينهل من ثوابت الأمة ويتوفر على رؤية متكاملة تروم تحصينها وتحقيق النهضة العمرانية والروحية بسعي موصول لأمير المؤمنين حفظه الله لتوفير الظروف الملائمة لإقامة شعائر الدين. القبة هي أعلى عنصر داخلي في أي معمار، والشموخ الذي ترمز إليه لا يمكن إلا أن يكون دليلاً قاطعاً على مكانتها الرفيعة في هذا المعمار، فكيف به إذا كان بيتاً من بيوت الله؟ والمغاربة على مر العصور اهتموا بتطوير معمار المساجد محافظين على الطراز المغربي الأصيل، مع التطلع إلى ملائمته المستمرة للمستجدات في مجال البناء والهندسة. وفي هذا النسق المعماري أولوا فائق العناية بأشكال تغطية أماكن مختلفة من فضاءات المسجد، وتحديداً تلك المتربعة فوق فضاء بيت الصلاة، ففيها تتفتق أعلى درجات الإبداع والمهارة الهندسية والحرفية، وفيها يسجل التاريخ المغربي والإسلامي ذاكرة حية لمعيش أمم تركت بصماتها سامية سمو القباب البديعة والشامخة التي وقعت بها مجدها على قمم مساجد المغرب الغراء. ولم يكن محض صدفة جمالية أن يتمتع هذا العنصر المعماري بكل هذه الرفعة، فإذا كان الشكل البهيج الأخاذ للقبة بادياً للعيان، فإن الدلالة الروحية تحتاج إلى وقفة تأمل، فهي رمز لقبة السماء العليا التي ترنو إليها الأبصار في مزيج من الأمل والخوف والحب والرجاء، ومن ثم كان الاهتمام بها لرمزيتها المقدسة
أمرا محسوما عند المعماريين والبنائين المغاربة. ولئن كانت القباب هي أسمى أشكال التعبير المعماري الداخلي للمسجد، فإنها ظلت على مر الزمان قرنة لمثيلاتها من الأسقف المسطحة والهرمية، هذه الأخيرة التي عرف بها النموذج المغربي الكلاسيكي وأطلق عليها اسم البرجلة، دلالة على الأسقف الهرمية الطولية المؤلفة من 4 سفوح بالخشب المنقوش أو الملون. أما الأسقف المسطحة فتصنع بدورها من الخشب بما يعرف بالورقة والجيزة، وقد تكون بسيطة أو مسطرة. وهذه حقبة الأدارسة تشهد على ما أبدعته يد الصانع المغربي منذ قرون خلت، بل إن تاريخ قباب المساجد المغربية يمتد حسب الدراسات إلى أقدم من ذلك، فهي مستوحاة في أشكالها المعمارية والزخرفية من النموذج الأندلسي الشاهد على أن قباب جامع قرطبة هي أقدم القباب في الغرب الإسلامي، وعلى أن تأثيرها جلي على مثيلاتها المغربية. يتبين من خلال هذه الدراسات للنماذج المدروسة أن المغاربة استعملوا عددا كبيرا من القباب. هذه القباب بدأت في أول الأمر في المحراب وفي الأسكوب الذي يتقدم المحراب. عندنا مثلا بالنسبة للمسجد الإدريسي وهو مسجد القرويين بفاس، الجزنائي وابن أبي زرع يتحدثان عن قبة كانت تعلو المحراب، محراب فاطمة الفهرية. القباب العشر المميزة اليوم لبيت الصلاة بجامع القرويين بفاس تعود بنا إلى بداية فكرة بناء القبة في المرحلة الثانية من بناء الجامع التي تمت خلال العصر الزنتي. أما عن تشييد القباب فيه فتعود إلى المظفر بن المنصور بن أبي عامر حاجب الخليفة الأموي على فاس، الذي بنى القبة التي على العنزة في سنة 998 ميلادية. والعنزة حاجز من خشب، وهو اصطلاح مغربي يقصد به المحراب الرمزي الذي يقام في الصحن عند نهاية بلاط المحراب. ولم تكتمل عمارة مسجد القرويين إلا في عهد المرابطين مع القباب المقربصة لأول مرة الموجودة على البلاطة الوسطى المؤدية للمحراب. والمقربص أو المقرنص إبداع مرابطي بامتياز لا يستعمل إلا متكاثرا متزاحما بصفوف مدروسة التوزيع والتركيب متجاورة متعالية كأنها بيوت النحل، وهي تؤدي وظيفة معمارية محددة ودورا زخرفيا جماليا، فمعها المساحات لا تنتهي بل تصل الجدران ببعضها البعض وبالسقوف والقباب والشرفات ولا يتوقف البصر عند حد. ولهذا تميزت الحقبة المرابطية بزخرفة القباب المجاورة للمحراب بأصناف الأصبغة المختلفة مع التفنن في أساليب النقش وتوزيع الظلال والأضواء. التميز المرابطي نفسه ينسحب على قبة أخرى ملحقة بجامع القرويين، وهي القبة الجنائزية أو قبة جامع الجنايز القائمة على قاعدة مربعة من المقربصات رصعت بقبيبات صغيرة مفصصة وتحمل المؤثرات الأندلسية نفسها المأخوذة عن القباب المبنية بجامع قرطبة في القرن العاشر الميلادي. والقباب في العهد المرابطي استجابت بالإضافة إلى جانب الزينة إلى المؤثرات البيئية المتمثلة في الهياكل الهرمية المتراصة المغطاة من الخارج بالقرميد الأخضر لتجنب أضرار الأمطار. هناك كذلك قبة أخرى تعود لنفس الفترة، وهي القبة المرابطية التي تتواجد بقاياها بمدينة مراكش، والتي تعود كذلك إلى مسجد علي بن يوسف بمدينة مراكش الذي دمر عن آخره، ولم يتبقى لنا منه إلا بقايا هذه القبة المتميزة، والتي ربما تكون وراء ذلك الشكل المربع الذي اتخذته مجموعة من القباب، إما تلك التي بنيت في بعض المساجد أو أخرى التي بنيت بمختلف الأضرحة لتزيين الأضرحة أو
كذلك تلك التي بنيت من أجل احتضان دور الوضوء، لأنه لا ننسى بأن أصل هذه القبة هي جزء من دار الوضوء التي كانت تابعة لمسجد علي بن يوسف بمراكش. مسجد تنمل بضواحي مراكش أو المسجد القلعة باعتبار طريقة بنائه، مسجد من حيث قبابه ذو مكانة معمارية وفنية انتقالية بين الفن المرابطي والأندلسي من جهة والفن الموحدي الناشئ من جهة أخرى. واللمسة الموحدية على مساجد عصرها كانت جلية في دلالة المواقع الجديدة لقبابها التي أصبحت تشغل البلاط الموازية لجدار القبلة مثل القباب الثلاث لمسجد تنمل، وتشغل البلاطة الوسطى أو ما يسمى بأسكوب المحراب مثل القباب الخمس لمسجد الكتبية بمراكش دائما، بحيث يشكلان عند التقائهما تصميما يأخذ شكل حرف التاء اللاتيني، مع الإشارة إلى أن الأماكن التي لم تستعمل فيها القباب شغلتها البرشلات التي كانت منقوشة في البداية لتصبح فيما بعد مزخرفة مزركشة. هذا الاهتمام بالقباب بالبلاطة الوسطى وبالبلاطة الموازية لجدار القبلة يبرز اهتمام البنائين، اهتمام الحرفيين بهاتين المنطقتين، لأن المنطقتين تلعبان دورا متميزا داخل المسجد. فهناك المحراب، وبالتالي كان لابد من التفكير في طريقة لإبراز هذا المحراب. المسألة الثانية وأن هذا الجدار الذي هو جدار القبلة هناك اهتمام به كذلك، وتوظيف عدد من القباب لإبراز مكانته، لأنه يشكل الصف الأول للمصلين داخل المسجد. أما النموذج المريني في التعامل مع القباب فيعود من جديد إلى ذلك الذي يمكن أن يصطلح عليه بالكلاسيكي، وهو النموذج المرابطي بتركيزه على الأسكوب المركزي أو أسكوب المحراب، بدليل استئثاره بالزخرفة وبوضع قبتين، الأولى عند بدايته والثانية عند نهايته بالواجهة المطلة للصحن، قبة مرينية تنتقل من المربعة إلى المثمنة عبر كتابة بالخط الكوفي. فاس الجديد عاصمة أوائل سلاطين بني مريم، أبي يوسف يعقوب وأبي يعقوب يوسف، تحتضن المعلمتين المسجد الكبير ومسجد الحمراء اللذين بنيا في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي، ودراسة قبابهما تكشف أن المرينيين كانوا يعولون على معماريين محنكين لم يتركوا شيئا للصدفة، بل كانوا يعالجون الترتيب الصعب بين الأحجام غير المتساوية. مروراً بالحقبة الوطاسية، فإن الأكيد أن المساجد التي تأسست في هذه الحقبة غير معروفة، ولا نتوفر لحد الآن على معطيات دقيقة بخصوصها، بيد أن المسجد الأعظم بشفشاون تعرف على أنه تأسس خلال حكم الوطاسيين في منتصف القرن السادس عشر الميلادي على يد محمد بن علي بن راشد العلمي، ويتميز بسقفه القرميدي الأحمر على خلاف اللون الأخضر السائد. أما في العهد السعدي الذي ازدهرت فيه الحرف والصناعات، فقد استمر المغاربة في تشييد القبة في عمائرهم الدينية، فظهرت في طرز متعددة، وبرزت التقاليد الموحدية بروزا جليا في جامع باب دكالة في مراكش في سنة 1557 ميلادية، وخاصة في البلاطة الموازية لجدار القبلة التي تحمل ثلاث قباب بأسكوب القبلة، واحدة أمام المحراب جبسية باللونين الأبيض والأسود، رفعت بواسطة عقود رخوية مقربصة تعد امتدادا لها من حيث زخرفتها، وأخرى برشلة توجد على طول هذا الأسكوب تذيلها قبة جبسية مقربصة أخرى ولكنها ملونة هذه المرة. في الحقبة السعدية كذلك ستزدهر تقنية الزواق، وهي إدخال الصباغة في رسم الأشكال الزخرفية عوض نقشها، وهي من المميزات التي طورها البناؤون المغاربة منذ نهاية هذه الحقبة وإلى بداية الحقبة العلوية وامتدت إلى يومنا هذا.
وصولا إلى عهد العلويين، وهو الذي يمكن أن نطلق عليه بالعهد الثورة في مجال إبداع وتطوير الأسقف والقباب والبرشلات، وخصوصا البرشلات التي ميزت فترة ما قبل الاستقلال بتوظيفها في أحجام وأبعاد أكثر اتساعا، فبعد أن كانت في السابق لا يتجاوز طولها 2 إلى 3 أصبحت تصل إلى 7 أمتار فما فوق، مع إبراز مستمر للقباب فوق الأماكن النبيلة من المسجد وهي المحراب وجدار القبلة. ويمكن اعتبار مسجد أهل فاس ذا ميزة خاصة، فهو علاوة على كونه عاصر في إنشائه وفي الزيادات التي أضيفت عليه فترتي ما قبل وما بعد الاستقلال، فإننا نجد فيه قبة مقربصة محتضنة داخل مقربصاتها تقنيات متقدمة في الإضاءة، سيفتح بعدها الباب على مصراعيه على القباب العلوية المعاصرة أو المشار إليها بما بعد الاستقلال. الحركية الهائلة المعروفة في قباب مساجد العلويين تسجل في أبرز عناوينها استخدام آخر ما أنتجته التكنولوجيا الصناعية في تقنيات ومواد البناء المقترن بأقصى درجات الإبداع الهندسي الذكي، ولعل النموذج الساطع لهذه الثورة تمثله الأسقف المتحركة أو القباب المفتوحة التي سنجدها خلال نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات القرن الماضي. مسجد السكينة هناك سقف المتحرك، وخصوصية هذا السقف تتجلى في خلق 3 أجواء. الجو الأول هو لما يكون السقف مغلق، والمرحلة الثانية الجو الثاني لما يكون السقف مفتوح، والجو الثالث هو لما يكون السقف مفتوح واحد الشباك بالألمنيوم تيخرج وتيعطي الظل للقاعة، وفي نفس الوقت يبقى محتفظ يعني بتهوئة طبيعية. هادو هما المراحل الثالثة اللي هي موجودة في يعني بالنسبة للسقف المتحرك. وتكتمل ملامح العبقرية المعمارية والفنية عند المعلمة الحسنية الخالدة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، الذي يغطي قاعة الصلاة الكبرى فيه سقف متحرك عملاق يتكون من جزئين ينفصلان عن بعضهما البعض في حركة معاكسة عند فتحه، لتصبح الفجوة التي تنتج عن ذلك فضاء تبلغ مساحته 2400 متر مربع، مما يمكن المصلين من التواصل مباشرة مع السماء. من مظاهر التطوير كذلك استعمال القباب المربعة خارج البلاط الموازي لجدار القبلة وأسكوب المحراب، محتلة فضاءات أرحب في بيت الصلاة، بحيث أصبحت القباب والبرشلات تتوزع بشكل محافظ دائما ولكن في قالب لا يعوزه الابتكار من مسجد إلى آخر. وهذه من خواص المساجد التي بنيت وتبنى على عهد جلالة الملك أمير المؤمنين محمد السادس أعزه الله، حيث إن التوزيع الهائل لبيوت الله على امتداد تراب المملكة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها يوازن الكم بالكيف والكثرة بالتفرد، مركزا على الجهوية ومحترما الخصوصيات المعمارية المحلية. وهذه المساجد اليوم تجسد تحفاً في معمارها عامة وفي قبابها خاصة، فإحداها لا تشبه الأخرى مما برع الصانع المغربي في زخرفته وتزيينه، اللهم في السمات المشتركة بينها وهي الكبر والاتساع الهائل، كما نجده في قباب المسجد الكبير لتنسنا ثاني أكبر المساجد مساحة بعد مسجد الحسن الثاني، والقيمة الجمالية التي تحتلها الشمسيات فيها وهي النوافذ ذات الزجاج الملون الذي يسمح في لوحة بديعة بدخول ضوء النهار بالألوان إلى قاعة الصلاة، إلا أن موقع ووظيفة الشمسيات بدورها خرجت عن إطارها الكلاسيكي كما نلاحظ في مسجد محمد السادس بوجدة. الحق المسجد الوجدة اللي يعني التجديد اللي يمكن نتكلموا عليها هي يعني تيبانوا بحال اللي هما مهزوزين، والضوء الطبيعي داخل في الجناب ماشي يعني في الشماشيات، ولكن داخل في الجناب واحد السمطه القبه نزلت واحد السمطه اللي هي تدخل
لونتن فتدخل الضوء طبيعي. أما مظاهر التفرد فكثيرة جدا، نختم بإحداها على سبيل المثال للحصر، تلك المتمثلة في بديع منظر القبة نصف الدائرية لمسجد محمد السادس بالمضيق الذي بناه أمير المؤمنين من ماله الخاص. ونعود ونقف وقفة إجلال للشموخ الذي ترمز إليه قباب مساجد المغرب، فليس من سمع كمن رأى، فالعين لا تخطئ والشواهد لا تبلى مهما بلي أصحابها تحت الثرى. وما هذه القباب الملهمة بماضيها وحاضرها ومستقبلها إلا من مدونات التاريخ المغربي المجيد الذي نعيش حاضره في صفحات العهد المشرق لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعز الله به البلاد والعباد. Thank you.